عام بعد آخر تزداد نسبة المشاركة العربية في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. الشركات العربية الرائدة في مجال المحروقات والبتروكيماويات والعلوم التقنية شدت أنظار رجال الأعمال ومدراء الشركات العالمية لما قدمته من عروض خلال هذا المنتدى الذي يعد منصة لتبادل الخبرات وتوقيع المشاريع الاستثمارية. التقيت بكثير من السفراء العرب الموجودين وبالوجود العربي، أتوقع أن هذا الوجود أنه يزيد، لعندما يكتشف المجتمع العربي أهمية وقدرات التقنية الروسية في كل مجالات ومجالات التبادل والمصلحة المشتركة فيما بيننا. وزير الطاقة السعودي خالد الفالح تفقد الجناح السعودي المشارك في منتدى سان بطرسبرغ، ووقف على أهم المشاريع التي تحضرها شركة أرامكو مع شركة نوفوميت الروسية لصناعة معدات إنتاج النفط، مشاريع ينتظر أن ترى النور في القريب العاجل. هدف الزيارة والمشاركة في الملتقى الروسي هو حقيقة عرض ما موجود في المدينة من إمكانات أولية في مجال البحث والتطوير، توفير الأبحاث العلمية والنشاطات المشتركة القابلة للاستثمار مع الجانب الروسي في عديد من المجالات، توضيح كثير من النشاطات التي تقوم فيها المدينة في جانب التقنية والاستثمار الخارجي. مشاركة الدول العربية في منتدى سان بطرسبرغ لم تقتصر على مجال الطاقة والمحروقات فقط. شركات عربية في مجال السياحة، النقل والصناعات الخفيفة شاركت بهدف استكشاف فرص استثمارية في الأسواق الروسية. استثمارات من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري بين روسيا والعالم العربي.